واحد بيقول في الحروب هل تعتبر خطية إذا قتل أحد وهو بيدافع عن وطنه؟ أو إذا قتل وهو اغتصب منه قطعة أرض إلى آخره مع إنه لأجل الدفاع عن نفسه؟ في الحروب المسؤولية على الذي أصدر الأمر بالحرب وليس على الجندي المحارب، لأن الجندي لابد أن يطيع قائده، فما يقدرش يمتنع وإلا يضربوه بالرصاص كمتمرد. فيبقى المسؤولية على الذي أصدر الأمر بالحرب. في بعض أوقات قيل عن بعض الذين أصدروا هذه الأمور بالحروب المهلكة إنهم مجرمو حرب، كما حدث في أيام النازية، وكما يحدث في من يستخدمون الأسلحة الغير مصرح بها قانونيا، زي الدول اللي بتستخدم في الحرب مثلا الحروب الكيميائية أو الحروب المدمرة اللي حاليا بيحاولوا ينزعوها من العالم. لكن الجندي لابد أن يحارب، مش مسؤوليته، مسؤولية الذي يصدر الأمر بالحرب. وحتى في من يصدرون الأمور تنقسم الحروب إلى حروب دفاعية وحروب هجومية. حرب دولة بتسترجع أراضيها، أو حرب دولة بتغتصب أراضي الغير. المسؤولية